طيب معي سيادة النائب رحمي عبد ربه النائب عن شمال سيناء. سيادة النائب مساء الخير. أنا مساء النور يا فندم، أهلا بيك. أهلا بيك. يعني إحنا كنا بنتكلم أولا بكرة إيه، يعني ماذا سيحدث في جلسة الغد في المجلس؟ والله يا فندم احنا طبعا دي جلسة طارئة، طبعا نتيجة طارئة للحادث يوم الاثنين الأمين. يا فندم؟ هي الطارئة بتيجي بعد 3 أيام من الحادثة؟ والله يا فندم احنا يعني انت عارف احنا من اول يوم طلبنا الجلسه، وربنا سهل الحمد لله في جلسه طارئه بكره ان شاء الله. واحنا انا لسه جاي من العريش اول، ان شاء الله رايح على الجلسه باذن الله. طيب احنا اتفضل. اتفضل يا فندم. احنا كنا بنقول انه لابد من دعم المواطن السيناوي، وليس كل ما تحصل حادثة بس نفتكرهم، ولكن لابد دعم المواطن السيناوي بالخدمات الأساسية اللي هي تقريبا مش موجودة. قول لي الوضع في شمال سيناء ايه، قول لي ايه الخدمات اللي ناقصة. احنا بنتكلم ان اخر تعداد للسكان بيقول انه الاسر المتصلة بالصرف الصحي، يعني الاسر اللي عندها صرف صحي 5% فقط من الاسر في شمال سيناء. قول لي الوضع في شمال سيناء ايه يا سيادة النائب. والله فندم اولا طبعا نتقدم اولا بخالص العزاء لكل اسر الشهداء، وادعو لهم بالرحمه والمغفره، وان يسكنهم جميع جناته، وايضا نتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين في هذا الحادث الاليم. فنعم تعرف بالنسبه لشمال سينا فندم، احنا شمال سينا كانت يعني بصراحه كانت تامل التام موجهه لابناء سينا في كثير من بعض الاعلاميين، لا انا مش عايزه انسى موضوع الاعلام لو سمحت، خلينا في الحكومه. ما هو احنا الاعلام بيعبر عما يحدث على الارض، واحنا ممنوعين نطلع شمال سيناء اساسا، فارجو انه ما يبقاش الشماعه هي قصه الاعلام. قول لي وضع الميه ايه؟ وضع الكهرباء ايه؟ وضع الصرف الصحي ايه؟ احنا يا فندم اولا بنقدم كل الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانه اصدر قرار فوري بتعويض كل شهيد 200,000 جنيه وكل لا غير ال 200,000 جنيه يا سياده النائب، انا تاني بسال على وضع الناس، حال الناس اللي انت بتمثلهم على الارض، انسى الحادثه، انا بتكلم على الوضع، الميه، الكهرباء، الصرف الصحي، احوال الناس، عندهم شغل ولا لا، التعليم، هو ده اللي بسالك عنه. احنا فندم طبعا شمالنا تحتاج الى التنميه والى مزيد من استغلال الموارد الطبيعيه وتوفير فرص العمل للشباب في شمال سيناء. شمال سيناء فيها فندم بعض المشاريع التي اقامها السيد الرئيس، منها 3 مستشفيات وبعض الطرق وافتتاح مصنع رخام وجامعة العريش، لكن ليس هذا بكافي لشمال سيناء. شمال سيناء تحتاج المزيد من الخدمات ومن توفير فرص العمل للشباب للقضاء على البطالة، والقضاء على البطالة هو القضاء على الإرهاب. بالنسبة لحضرتك بالنسبة للمجاري والصرف الصحي والمية، احنا فعلا بنعاني من المية في شمال سيناء، لأن المية دي حضرتك يعني انا بركز على الاسئله بتاعتك عشان انا ابقى ما يعني برتبط باسئلتك، ولكن لي موضوعات كثيره، ولكن هركز. لا نسمع حضرتك، اتفضل يا فندم. بالنسبه للميه فندم احنا بنعاني منها فعلا، ولكن يعني هي المفروض يصل العريش 80,000 متر ميه يومي، بيصل العريش نص الكميه حوالي 40,000 متر نتيجه للتحديات عليها، وده بيسبب ان اهل العريش بتشرب كل 6 ايام او كل 5 ايام 3 ساعات ميه بتوزع على المناطق حسب الكميه الموجوده من الميه. يعني انتوا المفروض بيوصل لكم حجم ميه نتيجه الاحداث، ولا نتيجه ايه بيوصل لكم نصف هذا الحجم او نصف هذه الكميه يا سياده النائب؟ نتيجه التعديات على خطوط الميه فندم، هي الميه متجهه من المنطقه الى العريش حوالي 160 كيلو، والخط ده 1000 مللي، وفي خط اخر لمنطقه بير العبد 700 مللي، في تعديات على الخط، فبتؤدي الى نقص الكميه اللي تصل الى العريش، وبالتالي بيتم توزيع الميه على العريش حسب الكميه الوارده، فبيوصل للمواطن كل 4 5 ايام 3 4 ساعات. دي بالنسبه للميه. فالناس في العريش مثلا عندها ميه في بيوتها كام ساعه في اليوم؟ انا عن نفسي كل 4 ايام 4 ساعات ميه، يعني انا بكلمك عن نفسي. يعني انت كل اربع ايام 4 ساعات ميه؟ لا معلش، يعني اليوم 24 ساعه عندك كم ما فيش ميه كم ساعه في اليوم؟
عندي 4 ايام 3 ايام مفيش ميه، وبصراحه في اليوم الرابع بتيجي 4 ساعات. فاحنا معتمدين على خزانات الميه اهل سينا طبعا الغالبيه العظمى بهذا النظام. يعني كل 96 ساعه يا سياده النائب عندك 4 ساعات ميه بس؟ ايوه ده بالنسبه للميه، لكن انا بتكلم يعني هو في اساسا يعني الدوله في اساسا محطات ميه يتم انشائها، وسوف تفتح قريبا محطة غرب المساعيد ومحطة غرب أبو سهل، دول هيضخوا للعريش كمية مية حوالي 20,000 متر مية. وطبعا في جهود من الدولة بتتحرك الدولة في سبيل تحقيق برضه توفير المية للمواطن في سيناء، وأيضا يعني في جهود من الدولة مبذولة مش مفيش. إيه الجهود دي بقى يا سيادة النائب؟ إيه هي الجهود يمكن ما نعرفهاش؟ يعني مثلا في انشاء مستشفى جلعب، في انشاء طرق، في انشاء مصنع رخام، في انشاء جامعه العريش تم افتتاحها لسه العام الحالي، حاليا افتتاح جامعه العريش، وقريبا سوف يتم توفير فرص عمل للشباب في الجامعه. ولكن احنا نتمنى المزيد لاهل سينا، لان اهل سينا في الظروف الحاليه وظروف الحرب الدائره فرض على اهل سينا وابناء سينا ان هم يكونوا مكان المعركه اللي هي اساس الحرب على الاسد. يعني انت بكره معلش بكره في هذه الجلسه الطارئه اللي ما اعتقدش انها طارئه يعني، ولكن هذه الجلسه اللي بعد 3 ايام من الكارثه، بكره هتطلب ايه؟ يعني غير التنديد يا فندم، وغير ان انتوا هتشكروا الدوله على 200,000 جنيه، وغير كل الكلام ده، هتطلب ايه من الحكومه فيما يتعلق بشمال سيناء؟ احنا هنطلب طبعا استغلال الموارد الطبيعيه اللي في سينا، وانشاء مصانع في سينا، وتوفير فرص عمل للشباب، والاهتمام بسينا اكثر، وخصوصا ان ابناء سينا طبعا في ظل الظروف الحاليه بيعانوا من قله العمل والبطاله، لان الاسباب اللي بتحصل في سينا ادت الى بعض ركود التجار والشغل للشباب، فبعض منهم اتجه الى يعني العمل خارج المحافظه بسبب هذا الموضوع. ولكن احنا بنناشد الدوله ان هي لابد ان هو الاهتمام باهل سينا وبشباب سينا، وزياده فرص العمل، وزياده افتتاح المصانع. عندنا مواد طبيعيه، موارد طبيعيه في سينا كتير، منها الرخام والملح والدجاج والاسمنت. كل المصانع دي يعني مصنع واحد للملح، مصنع واحد للاسمنت، مصنع واحد للرخام. سينا مليئة بالموارد الطبيعية، تحتاج إلى العديد من المصانع اللي تدخل للدولة ملايين الدولارات، ويمكن يعني الدولة أن تستفيد من هذه الموارد الطبيعية، ولابد من استغلال هذه الموارد استغلال جيد، وإنشاء مصانع بزيادة، وإنشاء كل الكلام ده اللي يدخل للدولة اللي محتاجينه. وأيضا لابد من مساعدة أهل سينا في ظل هذه الظروف، وعدم توجيه الاتهام ليهم. سعادتك طبعا معلش البند بتسمحي لي في الكلمتين دي، بعض الاعلام انا مش بوجهه لحضرتك، بعض الاعلام بيوجه وبعض الخبراء وبعض الناس اللي مش عارفه سينا وما جاتش سينا بتتكلم على ابناء سينا وبتتهمهم بحاجات غير مبرره وغير منطقيه. هذا الحادث الذي حدث هو اول مره يتم يعني تصويب الاعلام والاحداث عليه، لان قبل كده فندم كان في ناس بتموت كتير من التعامل مع الجيش ومع الشرطه والتعاون في تحقيق اهداف الوطن، واهل سينا بيدفعوا الضريبه والدم من الاهل اللي بيموت فيها شهيد، واللي في عندهم ارامل، في اصابات بالخطا، هل في قتل. ايوه، هل حضرتك هتطالب مثلا ب وفد من البرلمانيين يروح يزور شمال سينا؟ هل هتطالبوا ده بده بكره؟ احنا طلبنا بالفعل يا فندم قبل كده يمكن من اكثر من 8 شهور بوفد من البرلمان من اللي يتوجه لسينا لدراسه مشاكل سينا، ولكن الرؤيه الامنيه منعت هذا الانتقال. واحنا طالبنا بالفعل ايضا وسوف نطالب بانتقال النواب لزملائنا لدراسه في سينا، لان كثير منهم لا يعلم ما يحدث في سينا. ولا احنا على فكره، انا بس عايز اقول لك يا سياده النائب، ولا احنا محتاجين نكون موجودين هناك، ولكن زي ما انت بتقول الرؤيه الامنيه بتمنع ذلك. بشكرك سياده النائب رحمي عبد ربه، النائب عن شمال سيناء.